أنا ضيفتنا الليلة قارئة البوح الأستاذة هناء الوايلي. سلام عليكم أستاذة هناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا اخترت لنا هذه الليلة من الكتب المناسبة لموضوعنا؟ اخترت كتاب بر الوالدين، قيم إسلامية عظيمة، في تأليف وإعداده عبد الله بن عبد اللطيف العقيل. يتكون الكتاب من 80 صفحة. ما شاء الله. ممكن تعطينا كذا نبذة عن الكتاب؟ الكتاب يحتوي في يقول في مقدمته عبد العزيز العقلة: بر الوالدين أعظم القربات عند الله وأشرف العبادات، وهو شعيرة عظيمة ومرتبة سامية رفيعة. من وفق لها فقد وفق للخير كله، ومن حرم منها فقد حرم الخير. وللأسف كثرة الملهيات في هذا الزمن سبب الكثير، خدعت العاقل اللبيب قبل الشاب السفيه، فهو أجرى دراسة جادة مدعمة بالأدلة الشرعية، ما هي إلا ومضات ونبضات تدفقت من قلم الأستاذ الفاضل، نبض بها عقله وقلبه قبل قلمه. وهذه الدراسة وبحق هي أول دراسة علمية محكمة قدم فيها برنامج مثالي مقترح للبر بالوالدين. جميل، يعني في هناك برنامج لمن يريد أن يبر والديه أكثر يستطيع أن يتتبعه. نعم، آخر الكتاب ذكر المؤلف هذا التطبيق. طيب ما هي أبرز ثمرات بر الوالدين التي ذكرها المؤلف؟ الثمرة الأولى قبول الأعمال الصالحة وتجاوز عن السيئات، ثمرة طول العمر وبركته وسعة الرزق. يقول علي رضي الله عنه: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. الثمرة بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، أي كما تدين تدان. أي ثمرة وأخرى، ثمرة الخامسة: تبنى الأسرة السليمة الصالحة التي تقوى فيها روابط الحب والعطف، مما يهيئ بيئة صحيحة لتكوين الفرد الصالح السليم. أخيرا ثمرة البر أيوة يسهم في بناء نفسية وشخصية الفرد وينهض بالمجتمع الذي فيه. ممكن تعطينا اقتباس من الكتاب؟ نعم، الاقتباس الأول ذكر فيه الله في معظم آيات القرآن لفظين: الأولاد والأبناء، فهو يشمل البنين والبنات أي الذكور والإناث، وكل حسب قدرته وطاقته. أيضا اقتباس آخر يقول فيه: قول كلمة أوف التي تشير إلى الاستياء والتضجر من الوالدين أو من تصرفاتهم، وقول بعض أهل اللغة: الأوف هو لكل ما يستقل أو أقل القليل، وفي الإشارة إلى القليل تأكيد على ما فوقه من العقوق أشد حرمة وأعظم جرمة. الله جل أوف ليس المقصود به فقط أوف، إن كل شيء فيه تذمر من الوالدين. نعم، سواء أكثر أو أقل، لكنها هي من أقل ما يمكن من الحروف ولها معنى كبير في نفس الوالدين لو سمعاها. أين يعني يمكن أقول لو البنات يريدون أن يحصلوا على الكتاب حتى يقرؤوه فكيف يحصلون عليه؟ نعم، يوجد الكتاب في منصة جوجل في البحث، ويمكنهم تحميله بصيغة البي دي اف أو على صفحتي في تويتر. جميل، عندك كلمة ودك تختمين بها؟ نعم، البر الوالدين لا يمكن أن نحصره في كتاب أو ورقات وكلمات نقرأها أو أبيات نرددها، بل يحتاج منا بذل الجهد ونيل الرضا منهما وفي كل ساعة ويوم. ويقول الكاتب: إن الحديث عن مشاعر الوالدين وما فطر عليه من الشفقة والعطف على أولادهم وإيثارهم على أنفسهم لا ينتهي، مما لو استمر الإنسان بتدوين ذلك وصل المجلدات، ولكن لعل في الإشارة لذلك ما يغني عن الإطالة. كيف مشاعرك أستاذة يعني هناء وانت تقرأين الكتاب؟ إحساسك كذا مع الكتاب، ما أعطاك، ما أحسستي أنه أعطاك شيئا، يعني خرجت من الكتاب شيء جديد؟ نعم، جدد روح البر والعطاء في استشعرت بر الوالدين أكثر، إن شاء الله ربي يوفقنا للبر والوالدين. آمين يا رب. الله يجزيك خير أستاذة هناء. أنا سؤالي يهمني جدا الحقيقة اللي أطرحه عادة في على قارئة البوح، نتعامل مع الكتاب دائما على أنه نعم، معلومات وأيضا أثر يرجع علينا، وأنت ما شاء الله أحسنتي في عرضه. شكرا جزيلا أستاذة هناء.